معلش 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 استنى بيه والنبي اسمعني بس ثانيه واحده. العيله دي خليكي قاعده معايا. المره اللي فاتت بص عمل ايه؟ اه يا ترخرة ايوه اضربك انت عايز تاكل عمال في البيت. لو انت عايزه بتاع امراض لك واسكت. اه بتبقى امراض له حضرتي. مين بقى اللي بيتقلوص؟ يبقى اتجوزها. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. وقف التصوير. يعني وهي لما تقولي بتتأمرضي بس انا ممثل غصب عن عينك وراجل محترم. انت كمان ورك 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 ورك. هتيجوا تاخدوا الحاجات دي ولا اقطعها؟ يا عم انا بكلم كل الناس كده لو سمحت. ما ينفعش اللي بيحصل ده. انا ما بقفش في صفه. اقسم بالله هضايقك. حد يقف معانا. ترد عليا يا عم حناوي وانت بقى. اشتم البرنامج ولا اشتم مين ولا اشتم مين؟ انا مش عارف اشتغل يا عم انت. سلامكم ما اصطلحتوا. اهلا وسهلا بيكم في حلهم بينهم الصلح الخير. قضيتنا النهارده على حته ارض، يا ترى مين اللي هيحلها لنا؟ نشوف نورا السباعي هتعملها لنا ازاي. وانا الاستاذ درديري قاعد في الكنترول عن اذنكم. السلام عليكم. يا رب اكون خفيفه عليكم في برنامج الصلح خير. وربنا يوفقني وما كنا عدينا هي. طب بس ثواني حلنا المشكله. ثواني بس حلها ان شاء الله. انا لسه بس هقدم البرنامج اصلا. قدمي يا استاذ. هنعيد من الاول ولا اقف اقول من هنا؟ استاذ يا مخرج مش عايز ارد عليك دلوقتي عشان انا بكلم الساده المشاهدين. احنا هنخليها تعيدها تاني وهم يقطعوها وتعيد ويقطعوها وتعيد ونشوف هنعمل فيها ايه. عاد من اولها مبدئيا. حضرتك ممكن تطلعي خطوه قدام؟ ممكن. كمان واحده. كمان واحده. ارجعي. هو حضرتك الاستيدج مش باين عندك ولا انا مش فاهم حاجه؟ هو لا انا ميديم 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 ميديم. اه وما حضرتك ما تعلقيش على الاخراج بتاعي. الاستاذ درديري ما حدش بيعلق على اخراجه. يا تيجي انت بقى تخرجي. انا اسفه ما اقصدش. انا اسفه. طب كده كويس. اه هايل يا فندم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين انا مبسوطه جدا. عديت انا عديت. عديت ايه يا فندم؟ عديت 3 2 1. عديت. اه هيك قلت بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا يعني. اتفضل عادي. وبعدين 3 2 1. ده اللي انا هقوله. ايه ده اللي انا هقوله؟ انا بشرحه لحضرتك. يلا. هو حضرتك طب اوكي اتفضل. 1. ايه ده؟ ما تيلا يا بيه بقول 1 بمين؟ انت بتكلمني انا ولا بتكلم مين يا استاذ؟ لا حضرتك بتقول 1 مش حضرتك قلت هتقول 1 لكن انت هتعد 3 2 1. ايوه انا بكلم بس حضرتك المساعد بتاعي. طب حضرتك ما قلتش انك بتكلم المساعد. هو في حاجه يا استاذي؟ في حد مزعلك؟ لا ثواني حضرتك بس ثواني لحظه. امال ايه طيب؟ ما تخلصينا بقى يا ست الكل. من الصبح احنا جايين شاربين المر. مش هنخلصوا احنا الليله دي. احنا مش هنخلصوا. هنفضل طول النهار نتكلم واحنا كده. طب ما هي جايبك دي يا استاذ. حضرتك سكتيهم. سيطري شويه. اسيطر على مين؟ سيطري على الناس دي. انا قولي لهم انا عايز اقول المقدمه. لو سمحتوا عشان هقول المقدمه. عايز اقول المقدمه. هم مش سامعينك يا استاذ. حضرتك بتكلمني انا في انا عايز اقول المقدمه. قولي لهم كده انا عايز اقول المقدمه. خلصينا حياه ابوك. بسرعه والنبي الله يكرمك. خلصينا والنبي احنا ما قررناش. خلصكم انتوا جايين في مشكله يا جماعه. احنا عايزين نحط يا مدام مش شاربين المرار. انا عايز اقول المقدمه. وانا كمان عايز اقول المقدمه. قول. عاوزين نمشي عشان نلحق القطر. نهار إيه؟ انا عايز اقول المقدمه يا سيدي. انا عايز اقول المقدمه. وانا عاوز نمشي عشان نلحق القطر يا مدام. وحد قال لك ما تقوليش هي بس بسرعه خلص. انا عايز اقول المقدمه يا سيدي. اهدى شويه. انا هقول المقدمه. يخرب بيت المقدمه واسنينها. ما تقولي. يلا يا استاذ عيد لو سمحت. فخرت هي. الناس اللي قاعده على الكراسي دي تطلع بره. شوف اخرتها هي. ماشي شوف اخرتها هي في الليله السوداء ده. هي هو في ايه؟ شفتي انا لما قلت طلعوا بره طلعوا بره ازاي؟ ليه؟ أيوه. بسيطر. يلا. أيوه. وانا جاي اتخانق معاك. يلا استاذ سيطرة.
شاء الله تبقى ايام سعيده ونفرح بفرح الناس. اخرسي. هي مين انت اخرسي؟ حضرتك بتسكتي ليه بس؟ انا نفسي افهم. حضرتك بتقول لي اخرسي، يعني اخرسي انا دي؟ وبعدين ما اخرسي دي ما هي سامعه، هي مش مسموعه. صوت حضرتك عالي جدا. انت راميه ودنك في الكنترول ولا ايه؟ ايه اللي راميه ودني في الكنترول يا استاذ؟ يا استاذه انا بكلم المساعده بتاعتي. ده انا طبلة ودني اتخرمت، مرميش ودني في الكنترول يعني ايه؟ دخلوا الناس. هقعد مش هنطلع بره تاني. طيب احنا قبل بس ما نبدا الحلقه يعني ممكن بس تعرفوني على نفسكم وعلى اساميكم؟ ده اخويا الكبير الحاج شلتون. ايوه. وانا اسمي الحاج ناجي. اهلا وسهلا. بو هو ابوي. ماشي اوكي تمام. امي ايوه هي امه. ايوه ماشي. انا قاعد في مصر. ايوه. هو قاعد في الصعيد. ماشي. احنا مش شقق تمام. ليه؟ لا اله الا الله. انا قاعد في مصر. مش ده قول لها انت. اصل دي هي مشكله، وركز معانا كويس عشان تفهم المشكله ونخلصها. فضل. الله يكرمك. ماشي. ده الحاج ناجي اخو الحاج شلتوت. ايوه. ليه ام قاعده في مصر؟ لا ده الحاج ناجي. ما هقول لك انا، ده الحاج ناجي وانت الحاج شلتوت. حلو. وانت اخوك كبير. ايوه. وبعدين بقى ايوه بوه هو ابوي. ماشي تمام. امه هو امي. ماشي. انا خدت امي ورحت مصر. احنا مش شققه. المهم سابوا. انتوا مش شققه ازاي؟ انتوا مش شققه ازاي وانت عشان خدت امك ورحت بيها مصر؟ مش انا في مصر هو في الصعيد، يبقى شققه ازاي؟ يعني ايه تتبرى من ابنها ولا ايه؟ مش فاهم. يعني انا في مصر وهو قاعد مع ابوه هناك في الصعيد، يبقى الشقق ازاي؟ الشقق دول بيبقوا شقق جنب بعض كده. طيب ما هو ما فيش مشكله ان هو يقعد بوالدته وحضرتك تقعد بوالدك. طيب طيب دي مش طيب قضيه. لا مش يعني مشكله. يعني هو طالما انتوا يعني جاي لك في الكلام. مشكله هو منفصلين. انا عايز اسال انتوا يعني هم يعني باباك ومامتك منفصلين؟ جاي. لا لا امال ايه بقى المشكله؟ ما انا هنقول لك اهو. اتفضل. مشكله ان هم توفوا. توفهم تمام. الاب والام ماتوا. توفهم تمام. مكتوب لي 3 فدادين ومكتوب لاخويا الحاج شلتوت 3 فدادين، يعني المشكله كلها 3 فدادين. انا ليا بنت كبيره على وش الجواز. ماشي تمام. عايز اشورها، عايز اجهزها تمام. قلت افكر فيه. طب تتصرف ازاي يا ناجي؟ روح بيع الايه، تصرف في حته الارض اللي عند شلتوت. تتصرفها كيف يا ناجي يعني؟ نبيعوها. تبيعوها كيف يا ناجي؟ اسمع يا ناجي. لا اله الا الله. انا قلت لك ما تجيبش سيره البيع في المشكله لما حد يقعد يحل معانا هنا او في الصعيد. يا سيدي احنا كلمه بيع ما احبش اسمعها واصل يا ناجي. هو ما قالش، هو بس بيتكلم علشان بنته عايزه تتجوز بس. ايه ده حضرتك يعني؟ قولي له يا استاذه والنبي. هو برضو يعني هو يقصد ان هو مش عايز يفرط في الارض. طب احنا بس نشوف بس المشكله. يعني انت دلوقتي ليك فدان ونص وهو ليه فدان ونص؟ لا مش كده. امال ايه؟ ما هو انت مش مركزه معانا يا استاذه. انا مش مركزه. انتوا اكيد تتوهوا اي حد. طيب ما نبيعش احنا. اشتري انت. عار علينا اشتري. ما هو مش راضي. عم اقول له استنى 5 6 سنين ادبر حالي. طب والنبي استنى 5 6 سنين ادبر حالي. والبنت تبور؟ والبنت تبور يا ست الكل؟ تبور ايه وتتنيل ايه دلوقتي؟ تتنيل ايه بس؟ ايه الالفاظ اللي تقوليها دي؟ انا اسف استاذ درديري. استاذ درديري الو. يا استاذ اؤمر يا فندم. ده بقى فرح يا استاذ. ده ايه ده؟ في ايه يا استاذه؟ انا قلت لحضرتك سيطري. اسيطر انا؟ انزل انا من الحلقه وتيجي تخرجي انت البرنامج يا ست نوره. انت هتعملي الفرح؟ انت اللي هتحييه بتاع البيت؟ انا هحييه؟ امال انت بتقولي الفرح؟ ماسكه الصاجات ولا ايه؟ مش فاهم انت بتقولي الفرح ايه ده؟ انا قلت ربنا هيكرمك والله وهتحل لنا المشكله. يا عم يا استاذ عايزه ايه؟ مش هرد عليك الفرح يا ست الكل. والله ما هرد عليك. شتت ايه الفرح؟ ايوه يا حضرتك. طيب يعني انت ربنا يبارك لك يا رب وتحضر الفرح. 3 فدادين ليه؟ قطر الندى هي تتريق عليها ليه؟ انا بتكلم على دي اسمها قطر الندى عشان افهمك بس. اسمها ايه؟ لا لا قطر الندى. خد بالك عشان خاطر ربنا. انت انا بنعزك. الله يخليك يا استاذ دردين. الله يبارك لك. انت ما تقفش. الله يسطر اولادك. خد بالك. الله يسطر اولادك. لا الله يسطر اولادك. ما يغركش ان انا خسيت. ده انا كنت اطول واعرض منك بكتير. فاهدى كده بقى عشان ما ظبطتش.
مش عيب ابدا ان انت تساعد اخوك في جهاز بنت. الله يبارك لك. الله يبارك لك. بس تكون هو بقى هيستهبل فيها ويقول لك انه يستهبل فيها يعني الله يكرمك. السواد اللي احنا بنتكلم فيه ده الكلام. انت ممكن تسمح له انه يبيع مثلا فدان. مستعد احل بس بيع لا بيع لا. طب اجرها منه اجرها كويس. ما هتشور ازاي؟ قولي له حقه ولا مش حقه. هو حقه ولا مش حقه؟ حقه. قولي له بيعه. بيعه بقى بس. اه طب انا على الطلاق اللي يقول لي بيحتر قد الطلاق في راسه. اهدى اهدى يا ستي اقعد. انا ما بحبش حد يقول لي بيع. الله ايه ده بس؟ ايه ده يا حاج؟ ايه ده ما تقول ليش بيع؟ ايه ده بس؟ ايه ده انت شكلك وبس؟ ايه ما نبيعش احنا طينا هانم يا استاذ نفيري. انا ماليش دعوه بالموضوع ده ولا انا ماسق. انا مش هعرف احل المشكله دي ولا انا هعرف احلها. تصرفي بقى. انتوا بس انتوا جايين هنا من بدري؟ انا غلطان يا استاذه. طب رضيه والنبل. الله يخليك رضيه. قول له حل اخوك الكبير حلو يا ست الكل. يا عم ماليش دعوه. يا ست الكل بس تعالي بس يا عم وانت واقفه في كشك السجاير. قول يا عم تعالي بس هنا. استاذ درزيل انا ماليش علاقه بالموضوع ده. خد يا ست هنا. ايه ده؟ تعالي كلميني. هو على النسوان قاعدين معاك ولا ايه؟ ما تيجي تقعدي معانا هنا. انت بتزعلي ولا ايه؟ الله مالي. انت اتجننت ولا ايه؟ بنقول لك ايه يا استاذ؟ ايه الزفت ده؟ انت ما ينفعش تتكلم اصلا باسلوب زي ده. انت سايبانا وماشيه يا ست الكل. يعني ايه سايباك وماشيه؟ انت ماشيه انا وماشيه سايبانا وماشيه. اقعد بس اهدى شويه. بس ايش بس ده معيب كده؟ ريح يريح. انت فاكر نفسك تقول وعريض. اقعد يا اخويا اقعد واهدى كده. اهدي اهدي اهدي. مش عايز ارد عليك. اهدي. لا رد رد ورينا هترد ازاي. عملت فينك ده؟ اقعد عشان تجيب لنا حرمه تمهزقنا وتمسخرنا. طب اقعد اقعد. ضربتني ببتاع المناديل. ما عليه اللي على الطاقه والراجل كنت قطعت له ايده. طب ما زقتني ما زقتني. صدق وتامن بالله. صدق وتامن بالله. لا اله الا الله. انت راجل هوزق. ليه؟ عشان اساسا ده اخوك اساسا ده قد كده اساسا ومش عارف تسيطر عليه. اموته على راي المخرج. اموته؟ لا مش تموته. امال ايه طيب؟ اموته. امال ايه طيب؟ لا اله الا الله. طيب لا اله الا الله. محمد رسول الله. شريف في ايه؟ لا ولا حاجة. حاجات بسيطة كلها. ايش ريف؟ كلمتين. كلمتين ايه؟ مبدئيا انا الاستاذ درديري. درديري؟ انا الدرديري المخرج في حلهم بينهم الصلح خير. يا نهار اسود. كل سنة وانت طيبة يا أستاذة. كل سنة وانت طيبة. وانتوا اسم الله عليكم رجالة قوي. اه طبعا. جاتكم واكسة. الله يخليك. تعمل ايه؟ كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيبة يا ست الكل. بالراحة سنة. اهو بالراحة خالص اهو. كده يا شريف يعني انت تجيبني و حلهم بينهم وانت اللي انت اللي بيقول لي خرسي؟ وانت مغير صوتك؟ حلهم بينهم الصلح خير. حلهم بينهم الصلح خير. يلا حلهم بينهم الصلح خير. حلهم بينهم الصلح خير. عايز اقول لكم كلكم طيبين وميرسي يا شريف. بس دراعي اتملخ. ده انا اللي خدتها هنا. ده انت اللي خدتها هنا ولا خدتها ملخ؟ ما تبيعي. طيب هبيع ايه بقى يا شريف؟ الثلاثه فردين. انت فعلا درديري؟ اه والله. بتهرج. لا بتهرج يا شريف. حلهم بينهم الصلح خير. بس انا اوعي تنسي. حلهم بينهم الصلح خير. ايه اوعي تنسي. انا طويل واهبل. مش قصير. لا لا انا كنتش متخيل ولا متوقع ان ممكن يحصل معايا موقف بشوفه في التلفزيون. بقول لك ايه حضرتك، ينفع تشتري الارض بتاعته؟ ما ينفعش. هو ايه ده اللي ب 200000 جنيه بور ولا عندينا احنا؟ اسكتي. مش فاهمك انت في ارضينا. اسكتي. ايوه مسكوتي. الثلاث فناديق يا استاذ احنا بنصور ولا ايه في اليوم الاسود ده؟ يا استاذ يلا من فضلك دول هيضربوني ولا ايه؟ مش فاهمه. الناس اللي قاعده على الكراسي دي تطلع بره. انتوا مش شوكه جزاي. وانت عشان خدت امك ورحت بيها مصر؟ مش عارف مصر هو في الصعيد. انت شوكه جزاي. انا عايز اقول المقدمه.